بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني في ولاية قسنطينة، وهذا لمداهمة البؤر والأوكار الإجرامية، أين تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بهذه المهمة. تم القيام بهذه العمليات الشرطية الواسعة النطاق التي مست العديد من الأحياء في قطاع اختصاص ولاية قسنطينة، سواء كان قطاع الدرك الوطني أو قطاع الشرطة، وذلك لأجل القيام بعمل وقائي من خلال دحض الجريمة قبل وقوعها، من خلال قيامنا بمراقبة مختلف الأشخاص وكذا المركبات، لا سيما في النقاط التي تعتبر نقاط مشبوهة، أين تم في لحد الآن تم توقيف بعض الأشخاص، من بينهم حتى أشخاص كانوا بصدد ترويج مخدرات، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك لضمان حماية المواطن وممتلكاته.